إذا كل نهار جمعة على الحياة فهم. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على النبي المصطفى. أهلا وسهلا بمستمعينا ومستمعي إذاعة الحياة اف ام في برنامجكم المحبذ، برنامج إضاءات. هذا البرنامج الذي يضيء بمواضيعه على مستمعيه في عدة أماكن من القيروان ومن البلاد التونسية، و إضاءات برنامج إضاءات شق البحور إلى ما وراء البحار، وإخواننا اللي وراء البحار يعني أيضا يطلعون عليه ويتصلون بنا ويشكروننا على ذلك، فنقول لهم لا شكر على واجب. ما زلنا يعني نواصل في هذه الحصة مع أهمية المقاصد في ديننا الحنيف، باعتبار أن الذي يقف على المقاصد يمكن له أن يتحرك من الفضاء الداخلي للنص، فيحاول قدر إمكانه فهمه ثم تطبيقه وممارسة ما فيه من أبعاد ومقاصد ودلالات. بطبيعة الحال نستضيف في حصتنا هذه الأستاذين الكريمين، الأستاذ المفضل سي جمال السيدي، مرحبا بك. ثم معنا الأستاذ مروان البريكي، مرحبا بك. مفضل أيضا، وهو مفضل بطبيعة الحال. نعم، ربي يبارك فيكم المستمعين الكل. نعم، أيضا في الإخراج والتثيث سي نوفل شرطاني، مرحبا بالجميع. سي جمال، كنا قد تعرضنا يعني فيما سبق ونحن نتكلم عن المقاصد، ولا زلنا تعرضنا إلى أهمية المقاصد ودلالة المقاصد ومفهوم المقاصد، ووقفنا قلنا لا تعد أن تكون هذه المقاصد بصفة عامة لها يعني ثلاث أوجه رئيسية، ووقفنا عند الضرورات وتكلمنا عن أهمية العقل ثم أهمية الدين، والآن نتكلم على أهمية النفس، على أهمية النفس التي هي تدخل في الكليات الخمس ضمن الضروريات. لو نربط يعني بداية، لو نربط يعني العقل بالنفس، تفضل سي جمال. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله. من بين الكليات الخمس هي حفظ النفس، وحفظ النفس لا ينفصل عن حفظ العقل وحفظ النسل وحفظ المال وحفظ الأرض، هي مجرد تقسيمات. هو نعرف هناك سي جمال، نعرف هناك علاقة تلازمية بين الخمس، ولكن نحن نريد أن نفصل لمستمعين أكثر. نحن تكلمنا على حفظ العقل، تكلمنا على حفظ الدين، فبداية نريد يعني أن نربط كيف العلاقة هذه التلازمية، يعني كيف نحفظ العقل هو أفضل إلى حفظ الدين، وحفظ الدين في علاقة تلازمية مع العقل، وحفظ الدين هو بدوره يعني يساهم في حفظ النفس. هذه اللي تعرف. نعم تفضل. نعم، حفظ الدين معناه هو حفظ للنفس البشرية، لأنه لا يمكن للإنسان أن يستغني عن الدين. نعم، ولا يمكن أن يعيش الإنسان هكذا حياة عبثية بلا مبادئ بلا قيم، فالنفس تحتاج إلى من يصوب مسارها ومن يصوب بني حياتها ومن ينظم حياة الإنسان هو الدين. في غياب الدين يفقد الإنسان إنسانيته، وتفقد النفس إشعاعها، وتفقد النفس كرامتها، والكرامة هي من الله سبحانه وتعالى، قد كرمنا بني آدم، فتكريمه ليس بإعطائه جسدا ويأكل ويشرب، وإنما كرمه بالشريعة بهذا الدين. هذا الدين هو مصدر أيضا تكريم الإنسان، هو المنهج الذي يسير عليه الإنسان. فهناك علاقة ضرورية وحتمية، لا يمكن أن يكون هناك حفظ نفس في غياب الدين. شكرا سي جمال. تيكسي مروان البريكي، ونحن نتكلم عن النفس وحفظ النفس، وبطبيعة الحال جاء الدين وحافظ على النفس، هذا من تحصيل الحاسب. بداية، هل يمكن أن نقول ما معنى النفس؟ يعني النفس كل يعني خاطر البعض يتساءل يقول شنو هو النفس معنى؟ فهمت؟ هذه النفس التي هي يعني هي الجسد، هي يعني الذات الإنسانية كاملة. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد الذي أرسله ربه رحمة للعالمين،
النفس هي تتكون من عقل وروح وجسد، هذه الذات البشرية التي خلقها الله تعالى لتكون خليفته في الأرض. فأول ما كرم ربي كما قال سي جمال هو كرمها بالعقل أولا، ثم أرسل هذا الدين للحفاظ على ذلك العقل، وبالدين نحافظ على النفس. وخير دليل على أن هذه النفس لها أهمية كبرى في ديننا وفي شرعنا النفس اليهودية التي ماتت والنبي صلى الله عليه وسلم قام لها، فقالوا الصحابة استغربوا يا رسول الله إن هذه نفس يهودية، قال نفس فلتت مني إلى النار. فالنفس هي مجموعة من يعني روح وعقل وجسد. احنا نبسط المستمعين، هي الذات البشرية، هي الذات البشرية نعم نعم، اللي فيها ثلاثة المكونات هذه الرئيسية الأساسية اللي يجب على الإنسان أن يحافظ عليها. إذا النفس، الحفاظ على النفس الذي هو من الكليات الخمس، نحن نريد أن نبين لمستمعينا كيف يمكن أن نحافظ على هذه النفس البشرية. النفس البشرية هي أمانة، ما يقولش الإنسان أنه أنا يعني راني يعني نفسي أفعل بها ما أشاء، أفعل بها ما أشاء، ربما عبث، ربما رحم تدفع أرض تبلع وما يهلكنا إلا الدهر، يعني فساد في الأرض إلى غير ذلك. يعني كيف يمكن أن نحافظ على هذه الأمانة والتي هي النفس؟ جمال أعود إليك، ما هي يعني كيف نبين لمستمعينا يعني كيف نحافظ على هذه النفس؟ يعني كثر هم الذين يعبثون، وكثر هم الذين يعني يفعلون ما يريدون، وكثر هم الذين لا يبالون. وكان يعني والقرآن يقول، بل هو ربما فيه نوع من التنديد والتشنيع، يقول تعالى وهو يتحدث عن هؤلاء الذين يعني يضيعون الوقت، وهؤلاء الذين ربما يعبثون ويخوضون مع الخائضين، قال تعالى ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين حتى أتانا اليقين وهو الموتى. واضح؟ إذن نريد أن نبين كيف يمكن أن نحافظ على هذه النفس، سواء من خلال العقل الذي هو قائدها، أو من خلال الدين الذي هو يوجهها لنرتقي بهذه الذات البشرية. تفضل سي جمال. أول شيء ملاحظة في تعريف النفس، النفس هي جوهر كما قال الفلاسفة القدامى، ودل ذلك أن سقراط عندما أخذ ليعدم كان لا يبالي بما سيقع له من أعدام، متعللا بأن نفسه خالدة. والنفس هي جوهر ماهية الإنسان. في الخطاب القرآني نجد كلمة نفس متكررة في عديد من المواطن، ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها، كل نفس دائقة الموت. فالخطاب متجه إلى جوهر حياة، جوهر ماهية الإنسان وهو النفس، وتعني الإنسان كله، النفس هي الإنسان كله. بقي كيف نحافظ على النفس وعلى الذات البشرية من جانب الوجود ومن جانب العدم. نعم، من جانب الوجود نحافظ عليها من وقايتها من الأمراض، توفير البيئة السليمة للإنسان، المحافظة على أعضاء الإنسان، حتى مش كله على أعضاء الإنسان، والتداوي والأخذ بالأسباب. نعم، لابد للإنسان أن لا يحتقر ولا يهمش جسده. والإسلام قد حرم الرهبانية التي هي شكل من أشكال تهميش الجسد وعدم الاهتمام به. هذا من جانب الوجود، هناك كثير من الآليات للحفاظ على وقد حرم. من جانب العدم كيف نحافظ على نفسي من جانب العدم؟ تحريم القتل. والإسلام قد حرم الاعتداء على النفس بأي شكل، سواء بالقتل أو بالضرب أو بالتعذيب، وكثير من الآيات التي شنعت بجريمة القتل. من أجل كذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا، ومن أحياها من أجل من أحياها، وشكل من أشكال المحافظة على النفس من جانب الوجود. ومن جانب العدم هو تحريم القتل. وقد الشريعة وضعت يعني
حدا للمجرم وهو أن يقتل. ومن قبل قال العرب القتل أنفى للقتل، فالقتل لا هنا هذا بهذا يعني الإسلام هنا في حتى بالجانب الإعجاز التشريعي نطبق هذه القواعد القصاص الذي أقره الإسلام هو يقضي على الجريمة. ونحن أحيانا نتصادم مع منظومة حقوق الإنسان والقوانين الوضعية التي فشلت في الحد من الجريمة بل لقد شجعت على انتشارها. تحريم القتل وجريمة القتل جريمة في كل الشرائع في كل الأديان في كل القوانين، هي من أبشع وأفظع الجرائم التي تعرفها البشرية، والإسلام قد صنع حدودا للقاتلين ووضع أيضا ضوابط، فليس كل قتل يعني محرم يجب القصاص. والقصاص قطعا لدابر الجريمة من أهل السفة الذين ينتشرون في كل زمان ومكان في ظل القوانين الوضعية، يستبيحون يستبيحون إزهاق الأرواح وقتلها في ظل القوانين الوضعية المهتزة التي شكراً أستاذنا الفاضل. إذن من خلال ما قلت أن النفس البشرية عزيزة ومكرمة في تشريعنا، والإسلام كان قد أعطاها يعني حظاً كبيراً سواء من خلال الآيات أو من خلال الأحاديث النبوية. هذا نعود إليه بعد الفاصل. مستمعينا الأفاضل نخرج فاصل ثم نعود، فلا تذهبوا بعيداً. إذا كل نهار جمعة على الحياة فهم. الله والصلاة والسلام على رسول الله. مستمعين الأفاضل عدنا والعود أحمد إلى موضوع أهمية المقاصد، ونحن نتكلم عن كلية من الكليات نادى بحفظها الإسلام وأكد على حفظها وحفظ النفس، ونصوص كثيرة آي كثير في القرآن وأحاديث كثيرة يعني تؤكد على حفظ النفس باعتبار أن هذه النفس هي أمانة ومطالبون بأن نحافظ على هذه الأمانة حفظا كبير. سي جمال، الله سبحانه وتعالى يقول ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب، يعني دلالة القصاص هي حياة، هي حياة. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول وهو يتكلم عن قيمة هذه النفس يقول والذي نفس محمد بيده لهدم الكعبة خير وأفضل عند الله من إراقة دم مسلم. والذات البشرية بصفة عامة هي في الإسلام مكرمة حية وهي ميتة. ولا يفوتنا أيضا نقف عند حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو حديث واضح كل الوضوح، وإن لبدنك عليك حقا فأعطي كل ذي حق حقه. في هذه الإطار يعني في هذه الآيات وفي هذه الأحاديث التي تنادي بالمحافظة على النفس نتحدث نتكلم ونبسط الأمور لمستمعينا حتى يعني يستفيقوا من هذا السويت أنك تعبث بنفسك أعطي لنفسك قيمة وأعطي لنفسك موقعا نعم وأعطي لنفسك أنزلها منزل ذلك التكريم الذي كرمك الله به يعني كان قد بجلك حتى على أفضل الخلق وهم الملائكة فأصبحت أنت أفضل الخلق. فضل الإسلام كما قال سي جمال حرم قتل النفس بغير حق، بل نمشي الأبعد من هذا أن الإسلام كما قلت حرم حتى الوسائل المؤدية إلى إلحاق الضرر بهذا الجسدي. ولعل غياب هذا المعنى في مجتمعنا اليوم وفي بين شبابنا وبين الفئة العامة الدارجة خاصة المسألة وأنت تتحدث عليها ولنفسك عليك حق، تذكرت أنه مسألة الوشم اللي نشوفه فيها اليوم عند الشباب اللي يجي تحكي معاه يقول لك والله حرية الضمير وانا حر وكذا وكذا، لكن انت حر في حاجة مش انتعك، هذا الجسد هو امانة عندك وهذه النفس امانة من عند الله سبحانه وتعالى عندك، فيجب ان تحافظ عليها وانت مطالب بالحفظ عليها لان ذلك من مقاصد الشريعة. هذه لول حاجة اخرى ينجم الانسان يحافظ على نفسه. طيب مثلا نحن نحكي على الوسائل حتى اللي تتلف النفس كما مثلا شرب الخمر كما اليوم الزطلة كما المخدرات كما الأشياء هذه كلها تحافظ في إتلاف
وعدم المحافظة على النفس البشرية. وقد الله سبحانه وتعالى الأشياء هذه كل ما يؤدي إلى الإضرار بالنفس قد جعله محرما. لا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، الآية واضحة وصريحة في الحفاظ على النفس. لكن المشكلة اليوم أن نحن هالمعاني هذه الكل غاب التعليم، كيفاش المعاني هذه الحفظ على النفس، وأنه نحن نرى حرية الضمير اللي يحكيوا عليها اليوم في الدستور وفي المواقع الكلية أن هي حرية نابعة من الدين، من الرقابة الإلهية، من مما جاء به الشرع في المحافظة على الأنفس وعلى الأرواح. شنو واحد يجيك مثلا ولد لابس خرصة في 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 وذنه وتقول لي حرية جسدية وعندي جسدي وأنا حر فيه؟ يا أخي وقت لي تجي تحكم على الآباء والعيال دي راو ما يجيش، هذا راو حرام، راو كذا، راو رأيك النفس ذيك راي مكرمة عند رب سبحانه وتعالى، راو أفضل من الملائكة، راو أعطاك عقل باش تفكر، يقول لك أنا حر. فالمشكلة اليوم اللي غايب علينا سي لازر هي مشكلة هالمعاني اللي جاء بها النبي وأتى بها القرآن العظيم، كيف نوصلها إلى المجتمع وإلى الشباب خاصة اللي غابت عليه القدوة الحسنة اللي هو النبي صلى الله عليه وسلم، وكيف حافظ على نفسه وعلى جسده وعلى روحه. وقت اللي التقى بثلاثة من الناس قال أحدهم أنا أصوم الدهر كله ولا أفطر، وقال الآخر أنا لا أتزوج النساء، وقال الآخر أنا أقوم الليل كله، فقال أنا أفضلكم عند الله ولكنني أصوم وأفطر وأتزوج النساء وأنام الليل وأقوم. فهذه المعاني يجب على الناس أن تفهمها، إنه الإنسان راه ثلاثة مكونات رئيسية أساسية، عقل وجسد وروح، يجب أن يحافظ عليها. الاعتدال، نعم، هذا الاعتدال النفسي. اللي هو في هذا عدم الاعتداء على، كما قلت أنت، عدم تغليب جانب من الجوانب على جانب آخر. شكرا سي جمال. مواصلة لما كان يقوله أستاذنا مروان، الرسول صلى الله عليه وسلم لما يتكلم على هذه النفس ويعطيها هذه الحقوق، شاب مفتول العضلات وقوي البنية والله سبحانه وتعالى زاده بسطة في الجسد، كان خرج على الصحابة وخرج على الرسول صلى الله عليه وسلم، فالتفت إليه الصحابة وقالوا له يا رسول الله لو كان هذا في سبيل الله، يعني هذا الجسد المفتول في سبيل الله، ماذا قال لهم الرسول صلى الله عليه وسلم؟ قال لهم هذا الشاب إن كان خرج يسعى على نفسه يعفها من الحرام، لأن هذا الحرام سيلحق بها ضرر، يعفها فهو في سبيل الله. يعني وصل بدرجة أنك تعمل على أنك تعف نفسك عن الحرام، عن ما يلحق بها من ضرر، أنت تأخذ درجة من درجات الشهداء. وإن كان خرج يسعى لأبوين شيخين كبيرين فهو في سبيل الله. إذن وصل بالدرجة هذه إلى أنه يكون يأخذ منزلة من منزلة الشهداء، أنه يعف نفسه عن الموبقات وعن الأشياء التي تلحق بها الضرر. وهذا يذكرنا بآية قرآنية واضحة يقول فيها سبحانه وتعالى ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. أعطينا خلنا نفسر هالآية هذه لمستمعينا، أما هي الخبائث اللي يمكن أنك تضر هالبدن هذايا وانت في بالك انه راهو الامور عاديه، يعني سواء كان تدخين لا مش حرام، وكي نعمل سويجر مش حرام، وكي نعمل حتى بيبيزا عفانا وعفاكم الله سلتي مش مشكله في مناسبه، وفهمت يعني فهمت ما يصيرش والامور هذه واحد فهمت في الجانب هذا. فهمت سي جمال، ثم شكون يتجاوز الامور هذه ويقول انا حر في نفسي ويلبس كما يحب، ونحب تاكد لي من بعدين على هل عرى هذا اللي ولا في الشوارع وفي الأنهج من قبل الفتيات وهم ولادنا وبناتنا جبناهم مش من برا؟ نخرج فاصل ثم نعود فلا تذهبوا بعيدا. إذا كل نهار جمعة على الحياة فهم. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. مستمعينا الأفاضل مستمعي إذاعة الحياة اف ام القيروان للصحة، في برنامجكم المفضل إضاءات، عدنا والعود أحمد، ما زلنا نتكلم على حفظ النفس وقيمة النفس. سي جمال، وقفنا عند هذه الخبائث وهذه الطيبات وفهمت، ونبسط الأمور لمستمعينا ونقولهم احذروا ما يمكن أن يلحق بالنفس فيدمرها
وأنتم لا تشعرون، فيكون المرض وتكون اللي يعني الأتعاب النفسية، وذلك بما كسبت أيديكم، ذلك بما كسبت أيدي الناس، وما ظلمناهم ولكن أنفسهم يظلمون. تفضل سي جمال في هذا الإطار. الحديث عن الخبائث، وواقع كل واقع خبيث، الخبيث ينتج الخبائث. الخبائث متعددة في ظل هذه الانفلات في مفهوم الحرية تحول إلى فوضى عارمة. فعندما يفهم الإنسان الحد والمسؤولية وحدود الحرية، فإنه يصير أتعس من الحيوان. أحيانا الحيوان عنده ضوابط، عنده ضوابط بموجب الهام الإلهي يتصرف، وليس الذئب يأكل لحم ذئب ولكن يأكل بعضنا بعضا أحيانا. فما في عالم الحيوان ما يسمى بمعيار التشابه، الذئب يأكل الذئب والأسد يأكل الكلب، وإنما الإنسان من فرط هذه الحرية المنسابة حد الفوضى أصبح يأكل الإنسان مثله ولا يتغذى على دم أخيه. الخبائث متعددة منتشرة اليوم، أصبحت يعني تسير عارية هذه الخبائث. الزات لا موجودة أخي في المعهد، والخمر في تونس العاصمة التلاميذ يشربون الخمر في آخر القاعة، خبائث محسوسة وخبائث منها لفظية وخبائث لا تحصى ولا تعد، نجمع مجلدات على الخبائث في تونس أشار إليها القلب. ولذلك جاء الإسلام يحرمه، يا الإسلام يحرم كل ما يضر بالجسد وهو خبائث، من الخبائث الخمر من الخبائث، وباب سد الضرائب حتى القطرة محرمة. فمش نشرب كاس يجي فيه البركة من سكرش، ما حرم كثيره فقليله حرام، قليله حرام. فما شكون يتفلسف يقول ولا نعمل كويس يست باش نعمل كيف نعمل ربع كعبات من هذا باب الذراع والرسول من قطره نعم الخمر. سي جمال، لانه الوقت مقتار، في الوقت ضيق جدا. شكرا، نعود الى سي مروان. سي مروان، ونحن نتكلم عن الحاق ضرر بالنفس في مستوى العري، يعني احنا نعرف انه كان الانسان متأخر تقدم تغطى، مش وكان يعني ما يعني متأخر متغطي تقدم تعرى، فهمت؟ هذا العري، وهذه مشكلة العري هو الحاق ضرر بالجسد. والمسألة الثانية نحب نأكد عليها هي الجهل، هذا الجهل يعني الذي يعني يلحقه بالنفس. الإنسان لا يتعلم، لا يبحث، لا ينظر، لا يعني هو المفروض أنه لما نحاول أن نقصي الجهل ونتعلم نصل بعلمنا إلى أن هذه الموبقات وهذه الخبائث يعني تضر الجسد، فنحافظ على جسد فنحافظ على جسدنا التي هي أماناتها. تفضل لأسي. والله ذكرتني لهنا وأنا نحكي مع واحدة بنية جات تسأل فيها، قالت لي الشيخ بالله يقول لي الحجاب فرض ولا مش فرض؟ فذكرت الآية القرآنية اللي فرضت الحجاب، قالت لك أنا ما مانيش مقتنع. معناها ما الناس تأخذ من الدين ومن القرآن ما يتماشى معها، وهو يسيره على حسب مقياسه. تؤمنون ببعض الآيات وتكفرون ببعضها. فما برشا ناس تقول له إنه هذا اللي تعمل فيه راهو ما يجيش، وراهو خارج عن سنة الفطرة، وراهو كذا، وتبينه وتقول له راهو هذا حرام، وراهو هذا مش يضر بيك، تقول له راهو الطريق هذا مش يوصلك، وهذا راهو مش يتعبك، يعاند وكأنه معناه عنده هوا في 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 مخه في عقله يلزم يتبعه، لأنه هو ما هواش موقن بحاجة. اللي غايب عن الناس الكل هي إنه فما نهار آخر راك باش تتحاسب على كل حاجة تعملها. هذه الحاجة اللي غايبة عن الناس. هذاك علاش هو مهموش في بدنه، في باله إنه سيء بمجرد أن يموت الإنسان تنتهي الحياة، وهو لا يعلم أنه بمجرد أن يموت ينتقل إلى حياة أخرى، كما قال سيدنا علي: اليوم عمل ولا حساب، وغدا حساب ولا عمل. والعري اللي نشوفه فيه اليوم راهو ناتج ما هوش متاع اليوم برك، راهي هي تراكمات متاع فترات متاع من الزمن، من الثورة وانت رجع جاي، وخلي من العائلة عندها دور كبير، ووسائل الاتصال اللي تبث فيها الثقافة هذه، والسموم هذه اللي تبث فيها لبناتنا وولادنا، وعادي ونورمال وعاد شبيه وشباب وعيش عيش حياتك انت يا خشنو باري راك لبستي اليوم كما هكا تو جاك نهار تدين. احنا وصلنا نحكيه مع ناس يقول لك خليني تو نعيش فترة الشباب متاعي وتو بعد نرجع نصلي وتو بعد انتم. في هذا احنا نقول لهم راهو ما انا هنا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزل قدم عبد حتى يسال عن شبابه فيما افناه. نعم، اربع حاجات الحكومه تنشيوهم. ربما نقطه هامه فهمت، جمله قصيره ومعبره جدا. بالنسبه
المؤمن الحقيقي، احنا نقول من هذا المكان من إذاعة الحياة في إضاءات لنضيء على مستمعين ولا أنفسنا أيضا، أكيد أن المؤمن الحقيقي لا يناقش أحكام الله. المؤمن الحقيقي قال لي ربي آمن لا أعمل، قال لي ربي ما تعملش ما تعملش، ومن بعدين نبحث عن الحكمة. أما أني أنا أقول لا حتى لأن كذا، أنت لا تصل مهما كان، يعني لا تصل بما أوتيت من علم وفوق كل ذي علم عليم وما أوتيت من العلم إلا قليل، لا تصل إلى الحكمة. وإن كان أفضل عبادة عند ربي سبحانه وتعالى أن تصل إلى الغاية والمقصد والحكمة من الأحكام والشرائع التي شرعها، أفضل العبادات، حتى لا ندخل في العبث لأن الله لا يعبث. المؤمن الحقيقي هو راء أحكام الله، يقول أنا قال لي أعمل نعمل، قال لي ما تعملش ما تعملش. هذا المؤمن الحقيقي، يعني نحل الباب في الحلال نسكر الباب في الحرام. تحب تبحث من بعدين أبحث عليهش، ما يسالش، على خاطر كل حكم هو غاية فيه غاية. سي جمال عودي إليك، تفضل. والله أنا البارح لقيت جملة نزلت علي نزول السائق في الإنترنت، جملة معبرة جدا وهي عبارة عن عبوة ناسفة. يا لطيف. قرر أن يتوب غدا ولكنه نام ولم يستيقظ. ريت سريت بالله، والله العظيم شيء غريب، والله والله والله. نام ولم يستيقظ. فهذه معناها شبيه هو عامل دخلتني بعد عامل كونترا. غدوا نتوب. ملك الموت عامل كونترا. غدوا نتوب. توب توا توب توا توب توا 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 توا. نام ولم يستيقظ. نحن هالهستيريا نتاع الحرية هذه خرجت أخرجت أسوأ ما فينا وأتعس من حال الحيوان، لأنه الإنسان هو إنسان وفندك هون أنا أخرجت أتعس ما فينا ومعنى هلوس ومعنى اضطراب كبير في سلوك الناس، وأصبح الناس والجميع تقريبا جدد الجميع من رأى في المجتمعات من طود عارمة وانفلات والإقبال على الحرام بشراهة، يقبلون على المحرمات بشراهة، ومنهم من يعرف أنه محرم وكأنه يتحدى الذات الإلهية، أنت شرعت لا أنا مش همشي في الطريق. وهذا حقيقة يعالج من ناحية بسيكولوجية والسياسة العامة متاع البلد والإعلام والتعليم، وكلهم مسؤولين، والأسرة كلهم يتحملوا مسؤولية ما نحن فيه من انحطاط أخلاقي فظيع. الجيل القادم، الجيل بتاع النعجة الدولية نسميه، جيل المستنسخ من غير عبل صري، الجيل هذا الجيل. شكرا سي جمال فيما ذهبت إليه، ويعني ما تقوله فعلا أنه بالحق معناتها أنه ينزل معناتها كالصاعقة معناتها، فهمت على الله. ولذلك نحن ننبه أنفسنا وننبه مستمعين من الحق ضرر بالنفس. سي مروان، هذه المثلية والدعوة المثلية ليس اعتداء على النفس، ليس اعتداء على الأخلاق؟ بالله والله نحب نتسائل وجاوبوني. أخي شفنا نعجة تمشي مع نعجة؟ لا ما شفناش. شفنا كبش يمشي مع كبش؟ شفنا ديك يمشي مع ديك؟ شفنا دجاجة تمشي مع دجاجة؟ يا أخي هذا نظام يعني نظام، هذا نظام الحيوانات المغير عقول، نظام تمشي بنظام معين، وإحنا اللي بعقولنا واحد والناس فهمت يعني متجاوزين لا، وندافعوا عليها بشراسة يعني مثلية وفهم وحق يعني هذه الحرية ولا غير ذلك، فماذا نقول في هذا الموضوع؟ والله أنا الحق باختصار لأنه ما عادش وقت، مش باختصار أعطوني الوقت خلنا نتكلم. لا فما سنواصل يعني سنواصل يعني أنا سنواصل في الكليات. أنا ممكن الشباب والفئة اللي دايرة بي الكل نعرفها، والله تجيني ساعات مساجات والله مخي يحبس، والله يقول لك أنا راني ضحية كذا وضحية كذا، فكيفاش أنا نتوب وكيفاش نرجع؟ يقول لك أنا راني نحب نخرج، راني ما نجمش، رام دايرين بي، رام كذا رام كذا. والله المسؤولية هذه ما فهمتش ولا علاش كنت مش نرميها. مسألة اللي تحكي فيها أنت المثلية الجنسية هذه راهي مش عقل شاذ، هذه راهي خروج عن الفطرة الإلهية وعلى سنن الفطرة التي خلق الله عز وجل عليها الكون. خلقناكم زوجين، خلقناكم ذكر وأنثى، وجعلناكم شعوبا وقبائل. فلما الإنسان تبينه أنه هذا الطريق راهو حرام، راهو نحن اللي جاي هذا راهو مش على خاطر يعني حاجة جديدة، لا هي من قديم الزمان موجودة، لكن اليوم لقى شكون يطبل لها، لقى شكون يشرع لها، لقى شكون يمنهج لها، لقى شكون ينشرها. وقت اللي غاب أصبحنا المنكر راهو فيه وما عادش ننهوا عليه، وأصبحنا اللي يأمر بالمعروف هو الغالط. راهو نحن مشكلتنا اليوم يلزمنا اللي أهل المعروف يخرجوا يأمر بالمعروف، لأن وقت اللي أهل الباطل راهو نفسهم على حق.
أهل 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 الحق ولا هم مخلين تاني. فهذه المشكلة متاعنا اللي يلزم أهل الحق يخرج يقولوا هذه المسألة راي غلط. أنا سي مروان من هذه الإذاعة ومن هذا البرنامج إذاعات نحاول يعني أن نلامس عدة مواضيع، وهذه مواضيع هي مواضيع رئيسية، واحد نلامسها بالمنطق، نلامسها بالمعقول، نلامسها بالدليل، نلامسها بالشاهدي، نلامسها بالنصوص، ونذكر بها. وبطبيعة الحال يعني غايتنا في ذلك هي الإضاءة على كل المستمعين وعلى أنفسنا أيضا. سي جمال، هل من ملاحظة؟ لأن ما عادش واحد، إذا كان عندك ملاحظة تحاول مثلية، إذا كان عندك ملاحظة تختم بها. عندي برشا ملاحظة. لا ما عندي ملاحظة مرة خيرة. هو الحل الوحيد، الحل القانوني للمثلية هذه، نشدوا زوج مثليين ونربطوهم في الحبس، يقولوا ما تخرجوا من الحبس ما تنجبوا. أكاو مستمعينا الأفاضل، مستمعي إذاعة الحياة فهم في برنامجكم إضاءات، ما بقناش يعني وقت، يعني الزمن المخصص للحصة انتهى. إذن إلى لقاء قريب في حصة جديدة ومتجددة، مع الشكر الجزيل ليستاذينا لسي جمال السعيدي وسي مروان البريكي، كذلك الشكر موصول لأخينا نوفل الشرطاني في التأثيث والإخراج، مع تحيات دكتور لازر بن علي البريكي. إلى اللقاء. إذاعات كل نهار جمعة على الحياة فهم.